تغطيتنا متواصلة في شباك الفنون لمهرجان أيام قرطاج المسرحية التي تجمع لوحات فنية متنوعة يمتزج فيها الشعر والموسيقى والرقص. وللمزيد عن هذا المهرجان ننتقل مباشرة إلى مراسلتنا في تونس أميرة مهذب. أميرة أهلا وسهلا بك، ما هي الفعاليات المرتقبة اليوم؟ أهلا بك نادين، وأهلا بمشاهدي التلفزيون العربي في هذه التغطية الخاصة والمستمرة في مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورتها 20. فالحقيقة نادين، لنعلم المشاهدين أن الجمهور التونسي والجماهير العربية القادمة ربما إلى تونس خلال هذه الأيام ستكون على موعد مع عروض عديدة مختلفة الدول. العرض التونسي قادمون سيكون تقريبا اليوم على الساعة 4 مساء بمسرح الجيش هنا في مدينة الثقافية أين نحن متواجدون، وسيكون عرض صباح ومساء على الساعة 9 بتوقيت على الساعة 7 بتوقيت تونس في فضاء التياترو، كما سيكون الجمهور على موعد مع العرض الكوريغرافي الإيطالي التونسي وهو ديدون إي إيني على الساعة 8 بتوقيت تونس هنا بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة في العاصمة تونس. أبرز الأحداث ربما نادين التي حدثت خلال 3 أيام الأولى في هذه الدورة هو يعني العرض السوري الذي أثار ربما نوعا من الجدل وردود فعل متفاوتة في أيام قرطاج المسرحية في المسرح البلدي، حيث قام يعني الممثل السوري خلال مسرحية يكبير بالتعري كليا أثناء أداء دوره على خشبة المسرح، وتفاوتت كما ذكرت ردود الفعل بخصوص هذا العرض يعني من الفنانين من رآه أنه يعني هي لقطة درامية قوية ربما أكثر، ومن رآه أنه يعني يتعدى أخلاقيات المسرح. عموما نادين، أكثر التفاصيل يعني حول هذا الموضوع وربما لنرى رؤية السيدة سعاد الشيبي التي تنضم إلي الآن وهي المسرحية. سيدة سعاد أهلا وسهلا بك. موضوع أثار جدلا واسعا وردود فعل متباينة، أنت كفنانة مسرحية كيف ترين هذا الدور أو هذه اللقطة الدرامية التي قام بها الممثل السوري؟ أولا وقبل كل شيء، مساء الورد، مساء النور، مساء المسرح، مساء الفنون. أنا أشكل تشكيلية بالأساس ومسرحية، أرى أن الدور الذي قام به هذا السوري من ألمانيا كان يعني بالنسبة لي كفنانة يعتبر إذا كان ماهوش مفتعل يعني يجوز، وإذا معناها ثم أشياء أخرى اللي هي يقولون إدارة المسرح أنهم عند إرسال القرص لا يوجد العراف، ولهذا معناها صار كي عملية الغش. يعني عبرت إدارة المهرجان أنها لقطة فردية يعني فردة من هو اعتذر ونزلوا اليوم في المنشورة اللي هو اعتذر، وحتى الفنانة اللي كانت معاه على خشبة المسرح السورية الكبيرة اللي أديت دورها كما يجب معناها ما تفطنتش للعرام تاعه كان في الأخير، ومفتعل فردي يعتبر أنه فردي. أنا بالنسبة لي كفنانة تشكيلية بالأساس العراء إذا توظف وظيفته الحقيقية فليس عيب، ليس هناك عيب. إذا توظف في غير محله وبطريقة الغش لا يجوز. أنت كنت حاضرة في المسرح، يعني كيف شاهدت هذا ونعود من جديد إلى تونس وإلى الزميلة أميرة مهذب التي تتابع فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية. أميرة الكلمة لك من جديد. نعم نادين، سيدة سعاد أعود إليك من جديد، لكن هذه المرة كحكواتية للأطفال. ماذا لدينا كبرمجة وأنت متابعة جدا لبرمجة مسرح الطفل في أيام قرطاج المسرحية؟ حقيقة أنا سعيدة جدا بالعروض للأطفال، وثم زخم في هذه العروض لأن الأطفال هم جيل المستقبل،
وإذا شاهدوا المسرح معناها الحياة والفن الرابع يرتقي به الإنسان إلى الكونية. ولهذا أنا لي طريقتي الخاصة في المعاملة مع الأطفال، الحكواتي الدرة الزرقاء والحصان الأزرق، اللي الحكايات تراوح ما بين الخيال والتربوي والفني، ومن خلالها نعمل ورشات متاع رسم، والرسومات فيها توقيعات الأطفال وهي توقيعات السلم والسلام لهذه الأوطان العربية الجميلة الرائعة بسلمها للمسلمين ومثقفيها. والمسرح هو الأداة اللي تبلغ الفنون بصفة عامة، هي الأداة الوحيدة اللي تهزنا للسلم والسلام. والحكواتي هذه هي حلمتي كبيرة برشا، أنا جبت بها الجنوب التونسي، مناطق غير نائية بالمرة والعاصمة أيضا، ونحلم للوحات هذه من الأحجام الكبيرة اللي تجوب العالم الكل ويوقعوا فيها أطفال العالم الكل، وخاصة أطفال لبنان وسوريا والعراق وكل الأوطان العربية، ولما لا أطفال الحرية وأطفال السلم والسلام. في إطار برمجة يعني أيام قرطاج المسرحية للسجناء، هناك غدا عرض للأطفال، يعني أطفال المساجين أو ربما المتواجدين في الهيكل الإصلاحية، يعني كيف تثمنين هذه الفكرة أن يقوم السجين بإنتاج عمل مسرحي، أو الأطفال المتواجدون أو المتواجدين في الإصلاحيات يقومون بإنتاج مسرحيات وبعرضها على في فضاءات عامة؟ هذا جيد جدا. وعي كبير بالطفل. الطفل شنو هو ذنبه وهو في السجن؟ ذنبه الوحيد انه احيانا معناها ياما في السجن مظاليم، يكون مظلوم هو والوالده نتاعو، ولا فرصه باش ينحي الظلاميه ويعبر على الفنون اللي تسكنه. وراو ثم طاقات في السجن كبيره برشا، تنور ان شاء الله نهار اخر نلقاوها لما لا مش في تونس بركة للعالمية. هذا الفن راهو مقدام الى الامام والى التحليق، يحلق عاليا في السجن ولا خارج السجن. احيانا انت في الوطن نتاعك مسيب ومسجون بمفهوم اخر، لكن راهو الفن يخليك تتجرد من القيود الكل، وهذه تجريده من القيود للاطفال الجميلين. المسرحيه سيده سعاد، شكرا لك كثيرا على هذه المداخله. عوده اليك نادين، ننوه فقط ان ايام قرطاج المسرح لا تكتفي بعرض المسرحيات في الفضاءات العامة فقط، بل تنظم أيضا ملتقيات وندوات فكرية حول المسرح. شكرا جزيلا لك يا أميرة مهذب، مراسلتنا في تونس. ونبقى في شباك الفنون، محطتنا خاصة مع ضيفنا لليوم عازف الإيقاع التونسي.